مسرح العرائسي. مسرح العرائسي نوع من أنواع التعبير المسرحي يحبه الأطفال كثيراً، إذ لا توجد دولة ليس بها عرائس تلبس أزياءها الوطنية المميزة، كما لا يوجد بيت ليس به دمية أو عروس محبوبة في الأسرة تعشقها طفلة وتحكي لها حكاية قبل النوم، أو تحاورها وكأنها كائن حي في بيت أسرتها. بدأت صناعة دمى العرائس كما جاء في التاريخ داخل أماكن العبادة، حيث كان القدماء يخصصون دمية لكل حكاية ويعرضون بواسطتها المواعظ الأخلاقية، خاصة عندما ارتبط هذا الغرض بالفنون الشعبية فعرف حب الجمهور وقدم القصص الشعبية والاجتماعية. ازداد عدد جمهور مسرح العرائس، مما دعا الفنانين إلى تطوير أشكاله وأساليبه من الناحية الفنية، فصار يوفر التسلية للصغار والكبار ويمرر لهم الأفكار التربوية، ويعرض عليهم البطولات الشعبية والعبر الأخلاقية والإنسانية، وبذلك يمثل مسرح العرائس للطفل خير معلم وموجه، فينمو ذوقه الفني وينشأ على الحوار والتواصل وحب الفن بوجه عام والمسرح بوجه خاص. يتعلم الطفل من المعارف والدروس من خلال مسرح العرائس الذي يقدمها له عن طريق التسلية والمرح. أما بخصوص الجمهور الكبير فيستجيب لمسرح العرائس أيضاً وينسجم مع العرض المسرحي بشكل تام وتجاوب سريع في التشخيص على الخشبة، برغم أن العروسة ثابتة الظل والألوان جامدة، لكن تحريك أجزاء الوجه أو مفاصل الجسم يوهم المشاهد بحقيقة ما يشاهد، وهذا راجع لبراعة اللاعب في تحريك العروسة على الخشبة وتجاوبه مع انفعالات الجمهور. تؤدي العروسة دورها على المسرح معتمدة على الصوت البشري المتناسب مع حجمها وحركاتها التي تقوم بإنجازها، وعلى تغير صوت العروسة بتغير المواقف والأحداث. أما في مسرح العرائس الحديث المعروف بالماريونيت، فإن عملية تحريك العرائس تتم فيه بطرق حديثة، فتجعل المشاهد يجزم أن ما يتحرك أمامه هي بالفعل كائنات حية، حمامة تطير وأرنب يقفز أمامه أو فتاة تبكي أو تضحك، وكل ذلك يتم بتحريك خيوط أو أسلاك هذه العرائس قد تصل إلى حوالي 40 خيطاً في براعة وسرعة.